بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والصناعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأتحدث في هذا الفيديو القصير إن شاء الله تعالى عن مكثف الفيزياء. بحب أبلغكم أنه انتهينا من تصوير وشرح مكثف الفيزياء، وأعتقد أنه بطاقات الآن موجودة بالأسواق. بالنسبة للمكثف يا أخوان، مكثف مدته 29 ساعة بالضبط. في 29 ساعة هذول سوينا مراجعة لمادة الفيزياء كاملة، غطينا فيها كل الأشياء الأساسية اللي بتلزمك كطالب توجيهي، وأيضا خلال 29 ساعة أيضا حلينا ما يقارب كم حسن كم سؤال حلينا؟ 600 حسن بقول لكم 600، لا تردوش علي، حلينا 573 سؤال، ومشان الأمانة حسن أدق مني، حلينا 573 سؤال، بس والله حلينا 27 سؤال بالشرح، يعني صاروا 600 حسن، بحكي مضبوط 100%. شرحنا المادة، تناولناها، غطينا كل الأشياء اللي بتلزمك كطالب توجيهي، وحلينا تقريبا 600 سؤال. 600 سؤال طبعا كلها من نوع ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. من 600 سؤال في حوالي 300 سؤال أو 400 سؤال بدهم حل تفصيل، كنا نحلهم، بعد ما نحلهم نروح ندور على الجواب، نحط الجواب الصحيح في مكانه يعني. فما كنا نختار الجواب هيك على عم، لا، نحل السؤال بالتفصيل ونبينه ونروح نحط الجواب الصحيح. إذا مدة المكثف 29 ساعة، انشرحت المادة فيه بالكامل، بس مش شرح تفصيلي، بس غطينا النقاط الأساسية بتلزمك كطالب توجيهي، ما تركنا لا صغيرة ولا كبيرة إن شاء الله تعالى، وحلينا على رأي الأخ حسن 600 سؤال. طبعا الطالب اللي بده يجيب بطاقة المكثف وبده يدرس على المكثف بده يرد علي يجيب البطاقة، شايف علي؟ البطاقة طبعا عليها كل الدروس مرتبة كالتالي: مجال الشحن النقطية، مجال منتظم، جهد الشحن النقطية، فرق الجهد بين نقطتين في مجال منتظم، المواسعات، التيار، المجال المغناطيسي، الحث الكهرومغناطيسي، الكم، النواة، مرتبات، وفي مرات لك الكم واحد والكم اثنين والكم ثلاث، يعني أجزاء، وهكذا بتعرفوها كلاتكم بتشوفوها. هلا بتيجي أنت بدك تراجع الكم، أجاب عليك تراجع الكم. ممنوع تدخل على أسئلة الكم مباشرة، لا، تيجي يا صاحبي العزيز تفتح على الشرح تبع الكم، تستمع لفيديو الشرح، أخذ منك ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، تسمعه بالكامل، وإذا في نقطة بتفهمهاش ترد تعيد الفيديو كمان مرة، بعد ما تخلص الشرح بنتقل على حل المسائل. بعد ما تخلص الشرح بنتقل على حل المسائل. رجعت الكم، إحنا منزلين لكم الأسئلة بدون حل كمان مرة، إحنا في الأسئلة مع حلها، ونزلنا كمان بي دي إف للأسئلة بدون حل. أنت بتمسك الأسئلة وترد تحلها كمان مرة لحالك. شوف هل استوعبت اللي حكيته أنا؟ هل الإجابات راح تجاوبها كمان مرة صحيحة؟ وهكذا إذا بدك تراجع الفيزياء مراجعة مرتبة. طبعاً ما تيجي تكون والله بدي أراجع 29 ساعة في الأسبوع، غلط هذا الكلام. تحط برنامج لك المراجعة كل أسبوع من راجع درس. إحنا عندنا كم فصل؟ عندنا 8 فصول. بس هم أنا 8 فصول سويتهم لأن الشحن النقطية قسمتها قسمين، والمجال الكهربائي قسمته قسمين، مجال شحن نقطية ومجال منتظم، والجهد الكهربائي قسمته قسمين، جهد شحن نقطية وفرق الجهد بين نقطتين في مجال منتظم، يعني عندك 10 دروس رئيسية. 10 دروس رئيسية عندك، باجي بحط لكل درس أسبوع، 10 أسابيع أو 10 أسابيع، كم من هذه 10 أسابيع؟ شهرين ونص، يعني شهر 4 كامل، شهر 5 كامل، لا، ولو رحت لك من أسبوع 10/6 أنت بتكون راجعت المادة بالكامل. بس أنا بفضل إنه يعني تتبعوا الطريقة التالية: راجع إشي من الفصل الأول وإشي من الفصل الثاني. يعني أنا لو مكانكم بخصص في الأسبوع للفيزياء 4 ساعات، ساعتين براجع من الفصل الأول وساعتين براجع من الفصل الثاني، وهكذا. بالعكس، ما يعني ما بيجي بعد رمضان إلا أنتم مخلصين المراجعة كلها. أما إياك تشتري بطاقة وتحطها في جيبتك وتقول براجعها بشهر 6، هذا كلام غلط يا إخوان، مش راح تقدر إنهم بشهر 6 مرة واحدة.
الا تخصص للفيزياء اسبوع كامل. فهي 29 ساعه ضمنت شرح وضمنت حل 600 سؤال، وان شاء الله انه كل شيء فيها بلزمكم تبع اخوان في منصه ماي اكاديمي، ما قصروا معنا طبعا. جمعوا البطاقتين او الفصلين بطاقه واحده، يعني بدل ما يسووا بطاقه الفصل الاول وبطاقه الفصل الثاني وبيعوا كل بطاقه ب 28 دينار، جمعوهم الثنتين بطاقه واحده وبيبيع البطاقه ب 35 دينار. متعرفين فيها يعني 29 سؤال استغلينا منصتهم 29 ساعه، هذا غير عن الاعاده وعيد وزيد وظبط ومنتج وقيم وحط وسوي الى اخره. ويا اخواننا المحترمين كمان بدكم تعرفوا شغله، انه نقاط يعني يا بترجع بدكم اي استفسار يا بترجع منصه ماي اكاديمي موجوده على الفيسبوك منصه معروفه، يا اما بحط لكم الرابط رابط المنصه اسفل هذا الفيديو اذا بدكم اي استفسار او النقاط اللي بيبيعوا فيها البطاقات. وتنسوش كمان نقطه مهمه جدا، سو يصير يقول لك استاذ نعيم سواء مكثف عشان يبيعوا بطيخ وشمام، لا، الماده كلها موجوده عندك على اليوتيوب مجانا، صح ولا حسن؟ صحيح. نعم، كل الماده مطروحه عندك على اليوتيوب مجانا. بس يا اخي والله شفت هون التكنولوجيا، التكنولوجيا هنا على الحريشه تطلع غريبه، تكتب بصباعك بتمسح بتبدل، يعني شيء مرتب يعني. يعني لما تحط انت 600 سؤال، نحط 600 سؤال بيطلعوا الاسئله كلياتهم وبتختار الجواب، يعني شيء مرتب، طلعوا كيف التكنولوجيا. كثير عجبتني لدرجة اني قررت اعيد شرح المادة من اول وجديد، ان شاء الله طبعا السنة الجاية خلص روحت، اعيد شرح المادة من اول وجديد باستخدام منصة ماي اكاديمي، لانه كثير انا كنت متخوف من اللوحة مش عارف استخدمه، بس بالاخر والله انبسطت عليه كثير. فان شاء الله التعاون بيننا وبين الاخوان بالمنصة بضل شغال على طول. شو في كمان احسن بدنا نحكي للطلاب اشياء، نحكي لكم كمان اشياء، يعني شفتوا غلطه ضرب ولا غلطه جمع ما تعلقوش عليها، يعني جل ما لا يخطئ يعني، صح ولا لا؟ صحيح. نعم. ان شفنا والله جامعين جمع او طالع جواب غلط او حوطنا على دائره بالغلط عادي بتسامحونا، لكن الفيزا الحمد لله رب العالمين فيزا موجوده ونقاطكم الاساسيه موجوده وكل شيء بيلزمكم موجود على اليوتيوب وموجود كمان ب بالمكثف. وبس يعني هذا هو، يعني في طلاب بنصحوا الاستاذ تنصحنا بالمكثف، فيش شيء بضره يعني، ما في شيء بضره يعني، يعني ما بدي اطلع على المكثف، بس والله المكثف انا شخصيا نعيم دحبور معجب فيه. ليش؟ لانه من هالالواح وهالالوان وهالدنيا وهالعالم كيفت عليها وطلع الحمد لله رب العالمين، يعني بتوقع انه يكون مكثف قوي ومكثف ناجح بكل معنى الكلمة. وأشكركم جزيل الشكر. وقبل ما أنهي اسألوني الطلاب، أستاذ دوسية الحث اللي نزلتها جديدة بتختلف عن القديمة؟ بتختلف بالترتيب وبتختلف بعدد الأسئلة، حطينا أسئلة عليها زيادة. كمان دوسية الكم رديت جددتها من أول وجديد وراح أنزلها إن شاء الله بكرة، خلال يومين بكرة أو بعد بكرة، يعني خلال ثلاث أربع أيام بنزلها، كمان جددتها بطريقة واضحة وسلسة أسهل من القديم. لا أخفيكم سر، ترى دوسية الحث جديدة يعني بتقرأها بطريقة بتحس إنه أسهل من القديم، ودوسية الكم اللي بدي أنزلها جديدة مش راح تغلبكم أبدا نهائيا، مرتبة أكثر وفيها أسئلة أكثر وبتساعدكم على الدراسة. ويعني إحنا بننزل إشي اللي بفيدكم أنتم واللي بريحكم كمان، فحاولوا يعني اللي سحبها خلص سحبها، أما الكم لا، تسحبوا كلياتكم نسخة الجديدة. والنواة إن شاء الله تعالى بنظل إحنا على اتصال معكم، مش راح نقطعكم أبدا نهائيا. وبرجع كثير طلاب بودوا لي أستاذ بدك تنزل المكثف على اليوتيوب، ما بقدر يا أخوان أنزل المكثف، هذا ملك المنصة المكثف، ما بقدر أنزله على اليوتيوب. وبرجع بقول لكم المادة موجودة على اليوتيوب، وهي المكثف اللي عنده استعداد يجيب المكثف عنده بجيبه، بنصحك فيه والله أمانة الله بنصحك فيه، وهذا قرار برجع لك انت، وبرجع بقول لك الماده كلها موجوده. ونسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ان شاء الله السنه الجايه زي الايام هاي تكونوا بالجامعه، بتتذكروا انه كان الاستاذ نعيم بيثنى ويستنى شو بدي احكي، والله يعطيكم العافيه.